بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في هذا اللقاء مرة ثانية معاكم في بيت بيوت الله، وموضوع الجزء الثاني مثل ما تفضل الدكتور عن حددتها المرة تسخير الشمس والقمر. أن يعتقد إنسان أو يرى إنسان أن بعض الحيوانات مسخرة له يعني شوية أمر صعب، لكن ممكن يتقبله الواحد لأنه يشوفها كأنها جزء من الحياة العملية. لكن أن تقول له جرم موجود على بعد كذا آلاف كيلومتر مسخر لك شوية غريب، وجرم آخر ملايين الكيلومترات هم مسخر لك، هذا شوية صعب. فكيف تكون الشمس مسخرة لك؟ كيف يكون القمر مسخر لك؟ شنو الربط بينك أنت ككائن حي موجود على الأرض وجرم موجود آلاف مئات الملايين من الكيلومترات بعيد عنك مسخر لك؟ فكيف نفهم التسخير هذا؟ أولا القمر كمعلومات عامة عنا، متوسط قطر القمر 3400 كيلومتر، بعده عنا طبعا متغير لكن 386 ألف كيلومتر، اللي يعكس القمر من ضوء الشمس حوالي 5 إلى 18%، ولا يوجد للقمر غلاف جوي. القمر لو قارناه مع كواكب أخرى لها أقمار نشوف القمر الوحيد اللي حجمه قريب أو متناسب مع حجم الأرض بهذا الحجم، فهو كبير بالنسبة لحجم الأرض إلى درجة أن البعض يعتبره كوكبين متفاعلين مع بعضهم بعض. لأن لو نلاحظ الأقمار الثانية طبعا ما يتصور لها، تشوف أن أقمار كثيرة، بعضها مثلا المريخ له قمرين، المشتري مثلا 16-18 قمر، بس كلها صغيرة بالنسبة لحجم هذا الكوكب ماله. أما هني القمر يعتبر نسبيا شيء كبير جدا. ومعرفة القمر، شنو معنى قمر؟ أي شيء يدور حول الكوكب يسمى قمر، طبعا يكون حجم معين يسمى قمر، له قمر يتابع له. شنو أهمية القمر أنه يحافظ على حياتنا؟ أولا الأرض تدور حول محور، ذيك المرة تكلمنا عنه، هذا المحور لا يستقر من غير وجود القمر. عدم استقرار هذا المحور معناه الحياة على الأرض غير مستقرة، إذا وجدت الحياة أصلا. يعني لدرجة شبهها أحدهم، لو ما في قمر الأرض راح تكون مثل شلون واحد يركب قطار هائج غير مستقر، بهالشكل راح يصير. وجود القمر معناها مثل صاير طريقة لحفظ الأرض وتوازنها اللي احنا قاعد نشوفها. احنا الحركة المد والجزر، اعتقد كلكم تعرفون ان له علاقة بالمد والجزر، لكن المد والجزر مو مثل ان الماء تركب تروح تويتي، لا، هذه لها تأثير على تنظيف الشواطئ، تجديد الأكسجين، فاذا يساعد على استمرارية الحياة. سرعة دوران الأرض يبي لها سرعة معينة، زادت أو قلت راح تؤثر على الحياة. هذه السرعة اللي نحن نعيش عليها إحنا الآن لها علاقة بوجود القمر. ماذا يحدث؟ ماكو قمر، شو راح يصير؟ اليوم راح يكون طوله 4 ساعات، يعني تصور 24 ساعة، هاي راح تصير 4 ساعات، وشوف الحياة الإنسان شلون راح تصير لو استقر كل شيء وكانت الفترة الزمنية لليوم 4 ساعات فقط. الرياح تكون على شكل طوفان، ليش؟ لأن السرعة هذه معناها حركة للريح أكثر، رياح أكثر. حركة المد والجزر يكون تأثيرها قليل لأن المؤثر القوي هو القمر والشمس، فإذا القمر راح فالمؤثر الوحيد هو الشمس في الحالة هذه. احتمال أحد العلماء وكثير من العلماء يتفقون أنه لو صارت بهالشكل ممكن تكون حياة بدائية موجودة، أما يكون كائن حي مثلنا إحنا موجود فصعب يكون يتواجد، ويصير اختلاف في المناطق، في جفاف، في بياح عالية إلى آخره. فهذه النسبة بين القمر وبين الأرض مثل ما تشوفون،
نسبة معينة ثابتة له. القمر والآيات القرآنية، أنا أمر على القمر بسرعة لأن التركيز عندي أنا على الشمس أكثر. الشمس والقمر بحسبان، الآية تتكلم عن التقدير الدقيق للشمس وللقمر. احنا راح نلاحظ ان مو كل قمر نقدر احنا نستفيد منه ولا كل شمس نقدر نستفيد منه، فاذا بحسبان معناها محسوب حساب دقيق انه يكون لك بهالطريقة هذه. اما هذه الآية فانها صريحة بان الشمس والقمر مسخرين لنا، واضحة، وسخر لكم شنو الشمس والقمر، اثنينهم مسخرين لنا، آية صريحة واضحة، وسخر لكم الشمس والقمر، دائبين يعني دائما مستمرين مسخرين لك. طيب الآن أنتقل حق الشمس. الشمس عليها تركيز أكثر لأن لها أهمية وايد أكثر. المسافة بين الأرض والشمس طبعا متغيرة لكن بحدود 150 مليون كيلومتر، يعني بيننا وبين الشمس 150. كتلة الشمس أكثر من 90% من كتلة المجموعة الشمسية، يعني كل الكواكب والأقمار والنيازك والمذنبات كلها نجمعها تطلع أقل من ممكن 5% أو 6% من الكتلة الكلية. فأكثر كتلة المجموعة الشمسية مركزة وين؟ في الشمس نفسها. حرارة الشمس الخارجة على السطح تقريبا 5 إلى 6 آلاف، القاع أو المركز 15 مليون درجة. حجمها أكبر مليون مرة من حجم الكرة الأرضية، يعني تأخذ مليون كرة أرضية تخليها داخل الشمس تسع. النجوم التي تشابه الأرض شمس، طبعا النجوم أنواع وأشكال وأحجام وأعمار. في مجرتنا لو نأخذ كل النجوم فقط حوالي 10% منها تشابه الشمس، 90% لا تشابهها. يعني لو بتصير حياة فتصير حياة مع 10% هذه بس، أما 90% راح نشوف 90% من النجوم لا يمكن يصير لها حياة مثل ما نعرفها الآن. الشمس قنبلة هيدروجينية بس تحت السيطرة، يعني تتحول في كل ثانية عندنا 5 مليون طن يتحول إلى طاقة من شنو؟ من الهيدروجين. لما يتحول الهيدروجين إلى هيليوم في تفاعل نووي داخل، فيتحول في كل ثانية 5 مليون طن. عشان كذي بعد مدة الوقود هذا يخلص والشمس تنتهي، ففي كل ثانية كأنه قاعد تفجر قنبلة مليون طن في كل ثانية. كم من الطاقة توصل للأرض؟ جزء من بليون جزء، والباقي رايح في الفضاء حق الكواكب الثانية طبعا. لذلك كانوا قبل تو اغتروا بعلمهم شوية، قالوا هذا يعتبر نوع من في تفكيرهم طبعا، أو بعض الناس كانوا لهم اتجاه الحادي، ايش كان يقول هذا اللي خالق الخلق هذا في نوع من التبذير، ايش حقه يسوي هالشيء الكبر، حسب تفكير الضيق طبعا. هذه العملية اللي هو عملية التحول تحدث في كل ثانية من كل يوم على مدار السنة. مضت على هالحالة هذه 4500 مليون سنة، والباقي حوالي 5000 مليون سنة إلى أن تتوقف العملية هذه. يعني بعد 5000 مليون سنة أكو عمر في للشمس. طيب لو قارنا الكتلة بين النجوم، شوف أنا مخلي سهم عند الشمس عشان يعطيك فكرة إن الشمس اشكبرها بالنسبة للنجوم، وتلاحظ التصنيف مالها. بالمناسبة تصنف الشمس G2، يعني هذا تصنيف انجليزي عالمي، يعني يحطنا G2، وحجمها بين القزمة وبين المتوسطة. تلاحظ الترتيب هذا واضح، راح تلاحظ ان اكبر نجم اللي هو بالاصفر هذا جزء منه، وشوف الشمس مقارنة معاها كثر صغيرة جدا، يعني هذه قطرها 340 ألف مرة من قطر الشمس. طيب الحين الشمس نجمة خاصة لحياتنا، شنو الدليل؟ ما هو الدليل أن الشمس هذه خاصة لحياتنا؟ طبعا هذا ما لي علاقة حين بالآيات ولا هذا، كأن أي واحد علمي يكتشف هذا يشوف هذا الشيء.
الشروط كثيرة صراحة. طبعا أنا في محاضرة واحدة ما راح أغطي كل هذا لأن فيها كثير من الشروط، أنا اخترت شرطين بس لكن أمر عليهم بسرعة. منها شروط 1، 2، 3، 4، 5، 6 أكو أكثر، أنا جايب 4 شروط راح أركز على شرطين. الشمس لو كان حجمها أو كتلتها كانت أكبر لصار أن لمعانها أكثر والوقود يخلص بسرعة وتنتهي النجمة، ما راح يتلحق تنشئ حياة على الأرض، فلازم تكون ما تكون أكبر من الكتلة الحالية. لو كانت أصغر إيش راح يصير؟ راح يأثر على قوة المد والجذر. فتبي أنت نجمة هم لا تنسى أن تصير زايدة بحيث تحترق تتخلص، ولا تصير صغيرة بحيث ما تساعد في المد والجذب والدوران الكواكب. يعني أنت عندك كذا عامل قاعد يدخل في الموضوع أنك تحسب حسابه تسوي لك شمس خاصة حق شيء. الغلاف الجوي، الغلاف الجوي غازات، والغازات ما تمرر كل الأشعة، فأنت تبي شمس أو نجمة خاصة تسمح بمرور بعض الأشعة وتمنع مرور بعض الأشعة، وهالأشعة هذه الخطرة تمنعها والصالحة للحياة تسمح بها. إذا غيرت النجمة لازم تغير غلاف الجوي، إذا غلاف جوي عندك بهالشكل فلازم تكون نجمة بهالشكل، غيرها ما يمكن. الحين تعال، كلكم تعرفون التمثيل الضوئي. التمثيل الضوئي شنو عبارة عن؟ عندك نباتات تمتص أشعة الشمس وتطلع غذاء وتطلع أكسجين، يعني في عاملين أو عملين قاعد يصيرون من عملية التمثيل الغذائي الضوئي. واحد إنتاج الغذاء، 2 إنتاج الأكسجين. طبعا كل كائن حي يحتاج إلى الغذاء والأكسجين، وأن النبات يحتاج إلى ثاني أكسيد الكربون اللي مرتبطين مع بعضهم البعض. الحين أكو شيء اسمه طيف الشمس. لكل نجمة طيف، أو لكل بشكل عام قانون، لكل شيء يبعث ضوء له طيف. له طيف يعني شنو؟ تدرج في ألوان معينة. يعني هذه اللمبة الحين قبل تبعث لو نأخذ الضوء مالها نحللها بمطياف نشوف خطوط معينة. نجيب مصباح ثاني لها خطوط ثانية، نجيب مصباح أزرق له خطوط، مصباح أحمر له خطوط، مصباح أبيض له خطوط. فإذا لكل نجمة لكل مصدر ضوئي طيف خاص فيه. الآن لاحظوا هذه 3 نجوم مختلفة الألوان، نجمة حمراء ونجمة زرقاء ونجمة صفراء اللي هو النجمة اللي تخصنا إحنا. لو تلاحظ خطوط الطيف اللي هو الألوان هذه والمنحنى اللي صاير، تشوف صاير فيه انحراف عن حد الأقصى مالها. وين منطبق؟ فقط بالشمس. شوية تروح بالأزرق يصير انحراف على جهة، تروح بالأحمر يصير انحراف بالجهة. فقط الشمس هو اللي متناسب طيف الشمس بهالمناسبة. طيب شنو علاقة هذا في الموضوع؟ العلاقة نرد على طيف الشمس. طيف الشمس عبارة عن ألوان مختلفة، الجهة هذه حسب ما شايفين أنتم موجات طويلة، الطرف الثاني موجات قصيرة، والإنسان يتأثر ويرى فقط الألوان هذه، الموجات طويلة وموجات قصيرة ما راح يشوفها. طيب المعادلة المعروفة أن لو عندنا ضوء شمس وماء ثاني أكسيد كربون راح يعطينا جلوكوز وأكسجين. الجلوكوز هي المادة الغذائية الأساس. طيب شنو من المسؤول عن العملية هذه في النبات؟ أكو جزيء اسمه كلوروفيل. هذا الكلوروفيل عبارة عن جزيء. جزيء يعني شنو؟ يعني يتكون من عدد من الذرات. الحين شوف العلاقة شلون دقيقة. هذا الجزيء طبعا جزيئات كثيرة وتتفاعل مع الضوء أنواع مختلفة. هذا الجزيء يتفاعل كيميائيا مع هذا الضوء، غيرت الضوء يتوقف التفاعل. يعني خليت النجمة حمراء ما راح يصير تفاعل، خليت النجمة زرقاء ما راح يصير تفاعل، إلا تكون نجمة بالشمس بالضبط، عدا ذلك يتوقف التفاعل. طيب لو توقف التفاعل ايش راح يصير؟ توقف الحياة كلها.
فأنت صار ارتباطك أن هالنبتة هذه عندها كلوروفيل في تركيبها، وهالكلوروفيل يتأثر بها الشمس، تغير الشمس مستحيل يصير تفاعل، كل شيء يتوقف، لا في أكسجين ولا في كربوهيدرات. بالضبط مثل شنو؟ أنا حطتني رسمة كأن في محطة إرسال ومحطة استقبال. لو الموجة اللي قاعد ترسلها المحطة لابد أن تتفق مع الموجة اللي محطة تستقبل، تغير هالمكان مهما ترسل هذه ما راح تفيد. لو هذه ما عندها قدرة على الاستقبال مهما ترسل هم ما تفيد. فلابد أن يتم التوافق بين هذه الموجة اللي ترسل من بعد 150 مليون كيلومتر وهذه الجزيئات اللي موجودة في نبات من النباتات والأشجار. الآن شوفوا العلاقة، هذا اسمه طيف امتصاص. تلاحظ أن في اللون الأزرق والبنفسجي صاير أعلى شيء، واللون الأحمر صاير أكبر شيء، واللون الأخضر صاير أقل. فالامتصاص في اللون الأخضر أقل عشان كذي يصير الانعكاس أكبر، عشان كذي تشوف النبات لونه أخضر. يعني أنا لما أشوف لون أحمر معناها هذا قاعد يعكس لون أحمر من الضوء اللي جاي. يعني الآن هذا اللون أحمر، ليش أحمر؟ لأن الضوء الأبيض لما يسقط عليه يمتص كل الألوان ما عدا اللون الأحمر. النبات أو الأشجار ليش لونها أخضر؟ لأنها تمتص هاللونين الرئيسيين اللي هو الأحمر والأزرق وتعكس اللون الأخضر. لذلك النباتات لازم تكون لونها أخضر عشان يصير هالتفاعل هذا. لو فرضنا النجمة هذه ما فيها لون أخضر ما راح تحدث عملية امتصاص، عفوا لو ما فيها اللونين الأحمر والهذا ما راح يصير عملية امتصاص وبالتالي توقف العملية. فإذا ثاني أكسيد كربون زائد ماي ضوء الشمس يعطيني كربوهيدرات زائد أكسجين. فبالوسط هذا لابد أن يكون تناسب بين النبات والأشجار الضوء هذا. فإذا ضوء الشمس يعطيني غذاء وتنفس، الجلوكوز السكر البسيط أساس التغذية. فإذا بدأنا في أن نكون أساس الغذاء بالحياة اللي هو الكربوهيدرات هذه. فمعادلة الحياة محطوطة تحت للي يعرف عنها أكثر. فإذا أهمية الضوء، التمثيل الضوئي والغذاء، أن يتم صنع الغذاء بهالصورة هذه، والماء يطلع من التفاعل هذا. تركيب في منتهى الدقة والنظام. إذن التمثيل الضوئي مصدر ل 99% من الحياة على كوكب الأرض. 99% من جميع أنواع الحياة مصدرها التفاعل. ليش؟ راح نشوف إذا في صورة الآن. إيه؟ لأن في سلسلة من الغذاء، النبات، بعدين الحيوان اللي يأكل الأعشاب، بعدين الحيوان اللي يأكل الحيوانات، وهالسلسلة هذه كلها أساسها من وين؟ جاي من هالكلوروفيل اللي مرتبط بأشعة الشمس. إنتاج الأكسجين نفس الشيء، النبات يأخذ ثاني أكسيد الكربون ويطلع الأكسجين بوجود أشعة الشمس. فإذا مصدرين للحياة التنفس والغذاء. أنا أخذت صورة في عمق داخل الورقة، هذه صورة تبين داخل جزيئات الصورة. يعني هذا تمت الصورة هاي تكبيرها 300 مرة، هذه خلايا صغيرة. تصور أن هذه الخلايا لها علاقة ب 150 مليون كيلومتر بعد من النجمة هذه. لو صارت أكبر راح تأثر، لو صارت أصغر راح تأثر. فلابد أن تكون الشمس بهالمكان بهالحجم بهالدرجة بهالسرعة بهالحياة. يعني لاحظوا شيء ثاني، ما يمكن أجيب نجمة صار عمرها مليون سنة لأنها مو مستقرة. لابد أن تتم 4 بلايين 5 بلايين سنة تستقر النجمة، بعدين تبدأ في الحياة. ولا نجمة تو ناشئة مستحيل يصير فيها بدايتها حياة. لو أكثر من هذا نزلت إلى شنو؟ أعماق الذرات داخلها. فهذه الجزيئات اللي هو التنسيق، يعني قاعد يصير بين هالجزيئات والأشعة هذه. فسبحان الله كيف إيش كثر الدقة في المسألة
ان بين هالاجزاء اللي احنا ما نشوفها بعيننا هي اللي قاعده تتفاعل مع النباتات. فاذا اكو شيء اسمه فوتون راح نتعرض له بعد شويه عشان من الحين اقدم عليه. الفوتون تصورها بهالشكل، مجرد تصور تقريب للصوره، كانها كرات صغيره قاعده تطلع من الشمس، هذه اسمها فوتونات، هي اللي قاعده تنزل على شكل طاقه على الكلوروفيل او على اي شيء ثاني راح نشوفه بعد شويه. الان هذه عمليه بالنسبه للغذاء. انزين العمليه الثانيه الابصار. احنا عينا شلون راح نشوف؟ احنا عيننا اللي نشوفه شلون نشوفه؟ ان الضوء يسقط على شيء وينعكس وحتى نشوفه. طيب لما ينعكس شو نشوف؟ نشوف صوره من الشيء. طيب لما نشوف وين راح يصير عمليه الرؤيه؟ طبعا انت ما تدركها لان تعيش حياتك العاديه، لكن بالنسبه للمتخصصين يعدلون انه بالضبط ايش راح يصير. اولا مره ثانيه، العين الانسان ايش كثر حساسه؟ اكو لها طيف حساسيه حق العين، توزيعها بهالشكل. لاحظوا الاقصى حد حساسيه فيه باللون الاخضر والاصفر. ايضا في الحاله تحتاج الى مصدر ضوئي يتفق مع هذه التوزيع. الحين راح تلاحظ مره ثانيه رد على نفس الصوره. هذه ثلاث نجوم مختلفه، احمر ازرق اصفر. الاصفر هو اللي متفق مع العين. شبكيه العين لاحظ، بل اعمق من شبكيه العين، هي اللي تتاثر بهالاشعه. تغير النجمه ما راح تشوف، مستحيل. راح اوريك صوره الحين راح تشوف العالم شلون راح يصير لو فرضنا ان قدرنا نشوف. فاذا حساسيه العين مرتبطه بالنجمه اللي على بعد 150 مليون كيلومتر. هذه نجمه لو كانت نجمه حمراء قدامك شلون راح تصير الصوره؟ راح تصير الدنيا بهالشكل، راح تشوفها انت، ما راح تشوف غير هذا. اما لو كانت زرقاء راح تكون الرؤيه بهالشكل ايضا. طبعا ما راح تشوف لا جمال ولا شيء، لا لون واحد اذا شفنا طبعا هذا. لكن لو كانت شمس راح يكون بهالشكل. شوف الفرق، فارق كبير جدا. لكن احنا تعودنا عليه، تالفناه، اي مساله عاديه طبيعه وخلاص انتهى. لا، في واحد قاعد يرتب الامور. تفسير خصوصية الشمس للإبصار، ليش الشمس خاصة للإبصار؟ أنا راح أعطيك فكرة بسيطة كلش. تصور عندك ورقة رقيقة جدا، الورقة الرقيقة هذه تبي تخليها تتحرك وانت على بعد كيلومتر، تبي تقذف طريق، تبي تقذف عليها جسم بحيث تحركها، بس بشرط لا تثقبها ولا تحركها بشنو؟ بطريقه ان ما يصير في حساسيه فيها. لازم تتحرك مثلا افرض 1 ملي، فلازم تقذف جسم بطاقه بحيث توصل هناك، لما توصل هناك تحركها بس 1 ملي. تحركها اقل من 1 ملي ما ادى الدور. تخليها اكبر تخترق القطعه هذه. فانت يجب ان تكون دقيق في الرميه ولا لا؟ نفس الشيء ضوء الشمس. ضوء الشمس تم اختياره طاقته بحيث تناسب مع العين بهالشكل، بحيث تجي على العين بطريقة لا تخرقها ولا انك ما تمنع الإبصار. لان لو ما خرقت العين، لو ما خرقت العملية هذه ما راح توصل للشبكية، ما وصلت للشبكية، ما راح يصير تفاعل هناك، لأن تفاعل كهربي راح يصير وتوصل الإشارة للمخ والعين تشوف. تخليها طاقة أكبر راح تخترق العين وتدمر الخلايا. فأنت يجب أن تكون دقيق جدا في استخدامك لهالطاقة هذه. عشان كذي أنا كاتبها هني، إن كانت أكثر، يعني طاقة أكثر، مثل شنو؟ مثل أشعة سينية، أشعة قامة، راح تدمر الخلايا. لو كانت أقل، اللي هو أشعة تحت حمراء، ما راح تأثر، ما راح تشوف،
فلا بد أن تكون بهالكيفية بهالمقدار بهالدقة. هذه الشبكية بعدين تنقل إشارات إلى مخ الإنسان. داخل العين في 120 مليون عصي من الشبكية، 120 مليون عدد الخلايا تنقسم نوعين، مخروطية 6 إلى 7 مليون وفيها ثلاث أنواع. أنا حاط الألوان مثل ما هي، أزرق 2%، الأخضر 32، الأحمر 64. هذا هو التناسب عشان تشوف الألوان بجمالها اللي تشوفها ده. هذه الخلايا هي اللي تعطي الإحساس بالعين، والعياذ بالله إذا واحد أصيب بمرض عمل الألوان فتشوف أنه خسر هذا، فيشوف بس جانب رمادي. هذه الخلايا مركزة في الشبكية في البقعة الصفراء، قطرها 3/10 ملي متر. هذه خلايا عضوية عصوية وخلايا مخروطية، هاي صورة صحيحة يعني حقيقية مصورينها من ال... إذا تقدير دقيق، شمس بهذا الحجم بهذا البعد بهذه الحرارة الهائلة بهذا التفاعلات الهيدروجين، قنبلة هيدروجينية كل كذا مليون قنبلة هيدروجينية قاعد تنفجر في ثانية واحدة، تتناسب مع رقة هذه العين. شوف شكر تقدير دقيق. مرة ثانية، هاي طيب حساسية الضوء احنا قلنا عنها وتوزيعها مرة ثانية. إذا شمس أكبر من الأرض على الأقل بليون مرة، مسافة بيننا وبينها 150، لكن تتناسب مع خلية صغيرة دقيقة رقيقة موجودة في شبكية العين، وتكون ضوء الشمس يتناسب مع الشمس مع العين. تسخير الشمس والقمر في القرآن، احنا نعرض الآيات احنا نخلص الموضوع. الآن انتبهوا يا أخوان، فيني نوعين من الآيات. شوف، خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، فقط سخر الشمس والقمر، ما قال حق منهم. الواحد يقول فقط سخرها، فعلا لأنك أنت تبي كنترول على الشمس، لو ما في كنترول على الشمس تصير قنبلة هيدروجينية تنفجر وتنتهي، لكن هي تحت كنترول، فإذا سخر الشمس. والشمس آية أخرى، إن ربكم الله إله، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أيضا آية أخرى وسخر الشمس والقمر. أما لما تيهني لنا، شوف وسخر لكم، يعني مو بس الشمس مسخرة، لا مسخرة لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار. إذن الشمس بهذه الكيفية بهذا الحجم هائل مسخرة لنا، مسخرة يعني شنو؟ يعني قاعد تشتغل لمصلحتنا. طبعا يطلع لك واحد يقول أنتوا الحين حاطين الإنسان كان هو كل شيء، الشمس قاعد تفيد الحيوانات تفيد النباتات. نقول طبعا، ما حد قال لا، لأنها تفيد الحياة بشكل عام، لكن منو سيد الكون في الحالة هذه؟ منو سيد الكائنات؟ احنا ما قلنا أن الشمس ما تفيد أمور ثانية. فماذا تعني كلمة لكم؟ قلنا احنا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين هني، بس هني شوف الآية الثانية، هو منو هو؟ إيه هذا؟ احنا دائما نركز على هذا، لأن مرات نقراها نمشي عنها، بس واحد يفكر شوية. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فصل بينهم، اكو واحد قاعد يرتب الامور هذه. ايه اخرى الحين مساله صارت اكبر، تسخير النجوم، فبالطريقه نفسها اللي الشمس مسخره تفاعل نووي، النجوم ما هي الا شموس، ماكو اي فرق، يعني احجام مختلفه نعم، والشمس والقمر هذه من زمان نعرفها، والنجوم يعني مسخرات بأمره، أيضا هذه هم تحت تسخير الله عز وجل. لكن هل هي لنا؟ كل نجمة هذه أيضا مرة ثانية تبثر قنبلة هيدروجينية قاعد تنفجر كل لحظة. لكن لقيت آية هنا عجيبة، وهو الذي جعل لكم النجوم، ها جعل هالنجوم هذه لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. اي واحد، انا صراحه
في منتهى السذاجة سمعت واحد يعني يتكلم يقول لا الحين احنا ما نستعمل النجوم بعد خلاص كلها جي بي اس أجهزة موجودة، كأن البشرية من أول ما انخلقت تستعمل الأشياء هذه. نسى هذا الشخص أن هو صاير هالشيء وآلاف السنين الحضارات هاي من حقه، من وين بدوا؟ الحين آخر شيء أختمها بأن أقول حقيقة دعوة للتفكير الحر، خل كل واحد منا، أنا أخاطب كل نفسي أول شيء، من الذي قد قدر كل هذا بهالدقة؟ طبعا أنتم كلكم راح تقولون أكيد صحيح الكلام هذا، لكن أنا حقيقة أبي أتعمق في الفكرة، منو هذا وراء الشيء هذا؟ كل هالدقة؟ الجواب في آيتين، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. مو الشمس والقمر، كل شيء مقدر تقدير. أيضا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير من؟ تقدير العزيز العليم. فإذا أكو تقدير دقيق، لما العلم يكتشف وهذا صحيح يكتشف يوم عن يوم إيش كثر أكو دقة في كل صغيرة وكبيرة في الكون، من أدق الأشياء ما دون الذرة إلى أكبر مجرة، وهذه حقيقة علمية في منتهى الدقة. لما أنا أقرأ الآية هذه أشوف تناغم في منتهى الروعة بين هذا الاكتشاف وبين هذه الآيات. طيب احنا في هاي المحاضرة الثانية نتكلم عن التسخير، لكن ما عرفنا شنو الهدف من التسخير، شنو الهدف من التسخير؟ أنا لقيتها في آية واضحة، كذلك سخرناها لكم. منو قاعد يقول سخرناها لكم؟ الهدف منه شنو؟ لعلكم، أول لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. هذا بالنسبة للذبائح لما تصير. كذلك سخرها لكم ليش؟ لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فإذا أكو هدف، يعني هذه ما صارت عبث أن سخر لك كل الأشياء هذه بلا شيء بلا مقابل، أكو مسؤولية وراها. تعال اكل اشرب نام وكل شيء مهيئ لك، كأنه ماكو شيء، كأنه أمر طبيعي، يعني لا مو طبيعي. يقول الله في الحديث القدسي خلقت الأشياء لك وخلقتك لي. هذه هي العظمة، أن كل هالأشياء لك، لكن انتبه أنت حق منه. أهمية التسخير، أنا حقيقة قريب ما أختم الحين، شنو أهمية التسخير؟ يعني خير إن شاء الله سخر أو ما سخر، خليه يقول لنا يسخر وينتهي. لا شوف، لما يسخر الشيء ويقول لك يعطيك قيمة عظيمة، وراح أعطيك آراء بعض الملحدين، راح تشوف أنت شكثر في نعمة عايش ما تدري عن نفسك. تنسى، أنا أنسى، كل إنسان ينسى. أنت مخلوق، ما دام الشمس سخرت وما دام النجوم سخرت فأنت مخلوق على مستوى الكون، مو على مستوى بلدك أو قبيلتك أو ربعك أو أي مذهب أي فكر، لا وايد مستوى أكبر. أنت مخلوق على مستوى الكون كله، مع حجمك صغير، ها مع أن حجمك لا يذكر، راح نبين الحين. إذن التسخير سبب قوي لشيء ثاني، كل الحضارات هذه قامت لسببين، عقل الإنسان وتسخير الموارد حقه وتسخير الأمور هذه كلها. لو ما كان في تسخير لا البحر مسخر، لا الشمس مسخرة، لا الأرض مسخرة، كيف كان يتصرف الإنسان؟ إذن سبب قوي لنجوء الحضارات. هذا يبين لك لما يرسل الرسل من جانب ويسخر لك من جانب، معناها مطلوب توازن بين المواد أو الأمور الروحية والأمور المادية، بين حياتك هنا وحياتك في المستقبل. الحين
كل هالتسخير لمن نتوجه بالشكر؟ شخصيا لا أتجه إلى الطبيعة، لأني أنا أسمع حقيقة، أسمع مفكرين وكبار وهذا Thank you Mother Nature، شكرا للأم الطبيعة، إحنا محظوظين أن الشمس مسخرة، الشمس مناسبة حقنا، إحنا محظوظين أن الأرض بها أبدا، ما لا فيها حظ ولا شكر للطبيعة ولا شيء، إحنا نشكر رب الطبيعة، مو نشكر الطبيعة. طبيعة شنو؟ طبيعة مسخرة لي أنا أشكرها، أنا أشكر اللي سخر لي هذا. ختاما تأملوا معي كم هي عظيمة نعمة القرآن، بصراحة راح تشوف النعمة العظيمة اللي عندك اللي احنا ماخذينها ألفة، لأن الإنسان لما يألف شيء يتعود عليه ينسى قيمته. أنت لما الحمد لله الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا، لما تكون صحتك تنسى أن في مرض، لما تصاب مرض تقول أخ شنو من نعمة كنت أنا فيها، وهكذا كل أشياء. راح أقل لكم أقوال بعض الملحدين، طبعا هذا الرأي غربي موجود، أنا ما أعرف أسماءهم لأن كثيرين، لكن هم نفس التوجه. واحد يقول لا أرى سببا للاعتقاد بأن خالق المادة البدائية وخالق الخلية إن وجد خالق لديه أي سبب يدعوه إلى الاهتمام بنا، ماكو سبب، يعني شو اللي يخلي هذا الخالق يهتم فينا ونحن موجودين في زاوية صغيرة من الكون؟ ايش حد يهتم فينا ونحن موجودين في زاوية صغيرة؟ انا اسال السؤال هذا، لماذا تفترض انه لا سبب للاهتمام؟ من وين جبت الدليل؟ لان مقياسك يقول اننا احنا موجودين في زاوية صغيرة، هل هذا دليل؟ الحجم صار دليل على الأهمية؟ إذا حجم دليل حق الأهمية، ليش صخرة قد الجبل قيمتها أقل من الماسة قد شعرة صغيرة؟ في التقييم ما يكون بالحجم. ومن قال أن حجمك أنت هذا حجم الظاهري؟ ومن قال أن الإنسان فقط شحم ولحم حتى نقيسه بالمادة؟ أيضا لقد وجدنا أنفسنا نعيش على كوكب غير هام ومن نجم مكرر، أكو من نوايد فقدت في مجرة مدسوسة بعيدا في بعض الزاوية المنسية من الكون. احنا موجودين في كوكب في مجرة، من المجرات هذه؟ السؤال، من الذي يحدد الأهمية ان هذا شيء مهم هذا شيء مو مهم؟ من بيحدده؟ من على اي اساس تحدد الأهمية انت؟ وكيف عرفت انه في زاوية منسية؟ بأي مقياس؟ أقوال بعض الملحدين أيضا، ثالث واحد، لا أرى سببا للاعتقاد بأن هذا قلناه. هذا السؤال يا أنا، لماذا تفترض أنه لا سبب للاهتمام؟ ليش نفترض أنه ماكو سبب لأحد يهتم فينا؟ هل لأننا موجودين في زاوية صغيرة؟ من قال أننا في زاوية منسية؟ من اللي قال؟ ليش أقول هالكلام هذا؟ لأن لما الخالق يبعث لك قرآن يقول لك ترى هذا مسخر لك وهذا مسخر لك وهذا مسخر لك، معناها أنت مو منسي مهما كنت، وين ما كنت مو مهم المكان، المهم المكانة مو المكان، وين ما تكون مو مهم في أي مكان، بقعة من الكون. ومن حدد الكون كله عشان يعرف وين فيه إحنا؟ يقول علي عليه السلام واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. أنت ما تعرف معنى الإيمان ونعمة الإيمان حتى تعرف الذي ترك الإيمان، بعدين تعرف النعمة اللي أنت فيها. لقد بين لنا القرآن كيف أن الخالق سخر للإنسان الأرض وما فيها والشمس والقمر بل السماوات. من هذا تعرف يعني أن الله مهتم بك، ولا تحس بالغربة، أنت ما راح تحس بالغربة، بينما ذاك الذي انقطع يحس بالغربة في الكون هذا، منو أنا؟ ليش أنا جاي؟ يحس بالغربة فعلا. أما أنت ما لم تبتعد عن الرشد فلن يصير عندك أي إحساس بالغربة. التيه الكبير للملحد والنعمة العظيمة لمن اتبع القرآن. الملحد تائه، مختصر مفيد، الملحد تائه مهما خدع نفسه. شكرا لكم.
مجال مفتوح للسياحة.